إذا بعد إعفاء الوزراء جاءت المرحلة الثانية، بداية اعتقال الوزراء. اليوم أنا وفي هذه اللحظة وما يتقلق مني حتى واحد، كان ضامن مع السي محمد مبدع. كيفاش نقول لك أنا مدرستي الحلوة والمدرسة كتقطر بالسقف وما عرف كيف، غطي لي القطرة، صبغوا لي المدرسة، ديروا لي شي وريز شي تصبورة، قريوا لي التلامذ، ديروا لي كذا، والعيب والعار عليكم. نقول مدرستي الحلوة، أنتوما كدولة البرلمانيين السياسيين علاش ما يكونش دابا جا الوقت ديال من أين لك هذا؟ هادو اللي محكومين كيحكموا المغاربة، انتبهوا للنقطة اللي كنقول مهمة، محكومين وكيحكموا فينا. خوتي المغاربة حياكم الله أينما كنتم، داخل المغرب وخارج المغرب. وزير مغربي في السجن يقضي ليلته الأولى في سجن عكاشة، محمد مبدع. حدث ماشي سهل أخوتي المغاربة، هذا راه وزير، هذا راه وزير، واخا ماشي وزير دابا، راه كان وزيرا، عنده الصفة، كان وزير. وهذا السيد هذا راه كان رئيس لجنة العدل والتشريع، وما يوصلش رئاسة لجنة العدل والتشريع لولا عنده يعني واحد القوة، واحد النفوذ حزبي، وعباد الله صوتوا عليه باش يوصل إلى هذا المستوى، بغض النظر على ظروف ديال التصويت. المهم هذا الرجل كان وزيرا، هذا الرجل من 1997 وهو يرأس المجلس البلدي للفقيه بن صالح، هذا الرجل رئيس لجنة العدل والتشريع. منين كتعتقل رجل بهذا الوزن السياسي وهذا الوزن يعني وسط البلاد، ما كنقولش الوزن زعما راه شي ديمقراطي، ولكن عنده وزنه داخل حزبه وفي الجماعه، لانه من 97 وكان وزير، والمغرب يعتقل وزير من بعد ما المغرب اعفى وزراء في عهد الملك محمد السادس. تم اعفاء عدد من الوزراء، سي محمد اوزين، هذاك مول الشوكولات القروش، الشوباني ولا الشيباني ولا سميتو ديال البي جي دي، والوزيره الاخرى نبيل بن عبد الله، شكون هذا الاخر، حصاد ولا ما عقلش. اذا بعد اعفاء الوزراء جاءت المرحله الثانيه، بدايه اعتقال الوزراء. اذا هذا المغاربه حدث سياسي وقضائي ليس بهين، إذا هذا حدث مهم في مسار المملكة المغربية. نحيي، راه ما كنحييش على الاعتقال، كنحيي على أن المغاربة حنا كنتشكاو مؤخرا على أن القضاء أو القانون، البعض يقول لا يطال إلا بوسطاء الشعب. اليوم نحن بالعكس، أن حتى الوزراء، حتى لا كان شي واحد وزير سابق ولا كيدخل للحبس، هذا واحد الأمر في غاية الأهمية، لا في العلاقة بالنفسيه ديال المواطنات والمواطنين اللي كينشدوا دائما المساواه امام القانون، ولا في العلاقه بالجهات الخارجيه. اشاره من المغرب طيبه بانه في المغرب اليوم حتى الوزير يمكن ان يصبح في السجن، وان كنت كنقولها وباقي كنأكدها، انا لا اريد لاي انسان يدخل للسجن، انا كنطالب بالمحاكمه العادله، وكنقول السي محمد مبدع وغيره، اذا تاكد للقضاء بان الشخص المتابع عنده ضمانات الحضور، انا كنطالب بمتابعه مبدع او غيره في حاله صراح. حنا فين عندنا المشكل؟ هو ملي كتكون مشتبه فيك ولا متابع وكتمشي تراس ليا مجلس. انا ملي كيكون عندي مشكل اخر، ملي كتدخل المحكمه والملف كيطول لسنوات، هنا فين كنكع، ما عنديش مشكل حتى بحال صراح، انا عندي مشكل عجل ليا بالبت، باري ارخيه مودال شوف اش دير معاه، ولكن يبقى عايش حياته كلها في المحكمه، هنا كصحافه كندخله. جوج، انك تكون عندك مشتبه ولا متابع ولقاك كتبيع كتصرف في المال العام وكتاكل وتصرف في الصفقات العموميه وكتصنع القواعد القانونيه وكتحكم وكتحكم. اذا اخوتي المغاربه، هذه نقطه مهمه بغيت نبدا بها الحلقه، نحن امام حدث استثنائي تشكر عليه السلطات المغربيه، واجبها ومهم. اذا المغرب، هذه خطوه زوينه، بعد اعفاء الوزراء من طرف الملك محمد السادس جاء زمن او بدايه اعتقال الوزراء. اليوم تعتقل وزير، راه ماشي كناقشوا مبدع، هذا وزير. اذا اخوتي المغاربه التقطوا هذه الاشاره مهمه جدا. لكن هل يكفي اعتقال مبدع او متابعه مبدع لكي نعود الى ادراجنا ونطمئن وارتاحوا، ام انه خصنا نبقاو يقظين ونفتحوا النقاش الجوهري والحقيقي؟ شنو هو النقاش الجوهري والحقيقي اللي دابا اليوم انا غنفتحه معكم في هذه الحلقه؟ اهم مبدا دستوري هو مبدا المساواه، تنص عليه الفصل السادس من الدستور، المغاربه جميع المغاربه متساويون القانون. في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اول ماده اللي ما عندهاش هي الحريه والمساواه، كل شيء الا المساواه. اليوم انا وفي هذه اللحظه وما يتقلق مني حتى واحد، كان ضامن مع السي محمد مبدع، انتقدته ما يكونش في رئاسه اللجنه،
خصو يتابع خصو كذا، ولكن جزئيا انا اليوم كنفتح تضامن مطلق مع السي محمد المبدع. الى متى؟ الى ان يطال القضاء ويد العداله كل من هم في وضعيه محمد المبدع، لانه اذا لم يطال القضاء الجميع غيبان محمد مبدع بحال شي ضحيه وحقره، وكاين عمليه انتقائيه. انطلاقا من هذه العمليه غادي نعرض عدد من المعطيات ولكم الحكم ايها المتتبعات ايها المتتبعون. نبداو بمراكش. في مراكش زعيم سياسي يسمى عبد اللطيف ابدوح، منذ 15 سنة وملفه يراوح مكانه في القضاء وفي المحاكم المغربية. واش المغاربة سهلة واحد الإنسان متهم بالرشوة والاختلاس والتبديد ومحكوم 5 سنوات حبسا نافذا، والناس اللي كانوا معه بعضهم ماتوا ودفنوا وعزوهم الناس وتنساهم الموت، وباقي هذا الملف اش فيه؟ يبقى 15 عام. واش هذا ما كنضروش البلاد؟ واش هذا ما عندوش اثر على سمعه المحاكم؟ واش هذا واش ما كيشوش على هذا المسار اللي فتحناه اليوم مع مبديع؟ وما كيشوش على المسار من الملك عفا وزراء وعدد من الاوراش اللي فاتحها الدوله؟ اذا شكون اللي ساهم في الجرجيره وفي هذا الملف يبقى ديال عبد اللطيف ابدوح؟ جوج في عبد اللطيف ابدوح تاليا. واش ابدوح بوحده؟ واش غير المنتخبون؟ هذيك الارض ديال الكازينو اللي شي 7000 متر اكثر، وغير كازينو قال لك كتبنا فوق 2000 متر وداز بشي 600 درهم على المتر. وشحال داير المتر تما؟ جوج المليون، مليون ونص. فين هي السلطه تما ديال الوالي او العامل محمد حصاد وزير الداخليه؟ فين هي المسؤوليه تما؟ انا ذاك دريس جطو كان وزير الداخليه هو اللي اشر ووافق، وابدوح قالها في المحكمه، قال لهم انا ما فتحتهاش، قال العامل يقول لا ما يقولش، لان هذا نقاش مزيان فتحوا مع مبدع ومع كذا، ولكن اسمحوا لنا هذه بلادنا، حنا كندافعوا على مساواه المغاربه امام القانون. انت العامل محمد حصاد، انت عندك سلطه واشرتي وعارف الارض كدير 600 متر، علاش ما تعرضتيش؟ علاش خليتي الارض تمشي؟ ما هي مصلحتك انذاك يا محمد حصاد، يا والي طنجة ويا والي مراكش ويا وزير الداخلية دريس جطو؟ كنت رئيس مجلس الحسابات، كنت وزير الداخلية، ووقعتي وأشرتي ديك الأرض الملك ديال المغاربة، خوتي المغاربة الملك ديال عباد الله الجماعة والبلاد، لأنه ملك ديال البلاد هذاك. جوج مليون كدوز بال 600 متر، تحكم على لطيف عبدوح 5 سنين. عندي جوج أسئلة هنا. هذا الملف 15 عام، واش لأنه مذكور حصاد وجطو هادشي بقى كيتراوح مكانه؟ أنا ما عارفش. واش كاين شي جهات سياسيه تما كتحمي ابدوح؟ واش القضاء المغربي شبعان ملفات وحل ما قدرش يفك ملف ابدوح؟ واش عندنا ضعف في القضاه؟ واش عندنا ندره؟ الان امام واقعه تستدعي اسئله، وانا كنشارككم المغاربه الاسئله. انا بغيت المساواه لمحمد، ما بغيتش مبدعي يتحقر، ما بغيتوش، لان باقى حقره، لان نفس الاوضاع والتهم كاين عند ابدوح. علاش هذا مبدع السط وخا حتى هو تعطل؟ تعطل كنقول سط في العلاقه ب 15 عام ديال المبدع ديال ابدوح. اذا ها المشكل الاول الخطير اللي خصنا. جوج، واحد السيد سميتو محمد ناكيل، الا ما خانتنيش الذاكره، في مراكش، يقال على انه الحاكم الفعلي لمجلس ديال مراكش الجماعي، وان لم يكن نائب اول ولا الثاني، يقال هو الامر الناهي في الجماعه، الله اعلم، وانا بغيت يفتح لي صدره ويعطيني شي حق الرد ولي يجي يدير معايا شي حلقه. هذا محمد ناكيل. وشيعة، لاحظوا كنحترم راسي، وشيعة، انا كندافع على المال العمل، وشيعة شي دورة من دورات ديال هو كيرأس على ما خانتنيش الذاكرة مولاي يوسف مقاطعة مولاي يوسف بن علي، وواحد المادة دار 5 6 7 دوز فيها واحد 20 مليار باش تصاوب واحد الطريق فيها واحد جزيئة. واش محمد ناكيل عنده مصلحة مادية في ديك الجزيئة؟ الله أعلم. انا كنحترم راسي حيت انا صاحب، انا كنطرح الاسئله. 20 مليار باش تصاوب الطريق اللي شكون مول ديك الجزئيه او شكون المقاول؟ وعلاش هذا السيد محكوم ب3 سنوات شي 7 سنين ديال شي 7 سنين؟ سمعت انا هذا محمد ناكيل كيرأس 7 سنين ومحكوم. اذا اخوتي المغاربه، نضامن مع مبدع ولا ما نضامنش؟ واش من حقي انت مبدع في الحبس؟ انا غنوقف مع مبدع دابا اخوتي المغاربه، اسمحوا لي وما تقلقوش مني، ماشي كنضامن مع مبدع ما يتابعش ولا كذا، لا، كنضل مع مبدع اللي داير فعالو حتى هو يكون بحالو. سمح لي ولا سمحوا لنا؟ سمحوا لنا وسمحوا لنا وسمحوا لنا. هاد محمد ناكيل
انا ما كنتشهمكش، انا صحفي كنطرح اسئله. هذيك 20 مليار ديك علاش الدرجه تصاوب لك الطريق؟ شنو علاقتك بديك الجزيئه ديالك ماشي ديالك شي مقاول صاحبك ولا عادي؟ يقدر يكون روايتك صحيحه. السؤال الثاني، علاش محكوم 3 سنين وبقيتي لي سنوات ربما 7 سنوات؟ مزيان اخوتي المغاربه، نمشي لمدينه اخرى. انا نتسالى اليوم على المدن المغربيه. في جهه بني ملال الى ما خانتنيش الذاكره خليفره، سميتو واش مجاهد او شي حاجه بحال هكا. هذا الرجل يقال على انه وضعه ثقافي على قد الحال، وهذا الرجل قيل فيه يعني ما لم يقله مالك في الخمر. اوكي القضاء وكاين وكاين وكاين. لماذا هذا الرجل يعني لم تضع العداله يد عليه؟ ضامن على محمد المبدع ولا ما انضمش اخوتي المغاربه؟ مزيان. دير مديونه، رئيس سابق المديونه، اعتقد سميته المساوي او للمساوي. المساوي منذ 10 سنوات وهو محكوم. قولوا لنا الملف ديالو ماله. شكري ضرب عزة قيل فيه ما لم يقله مالك في الخمر، لكن وبعدين السي وهبي والمحاكم والمتابعات وهلم جر. قولوا لنا علاش العدالة ما وضعتش يدي عليه دابا. عبد النبي بيوي ولا بعيوي ما كنعرفش شنو كيقول، رئيس الجهه ديال اعتقد وجده اللي مع حجيره، محكومه اخوتي المغاربه. واش 10 سنين واش 7 سنين والملف ديالو يروح مكانه؟ والاخطر، علاش قلت لكم على الفكره، هادو اللي محكومين كيحكموا المغاربه، انتبهوا للنقطه اللي كنقول مهمه، محكومين وكيحكموا فينا، كيصاوب له طرود الطرقان ديال المغرب. تصور تكون انت محكوم وكتحكم. محكوم وكتحكم، واش انت محكوم وكتحكم؟ كنت جالس مع العامل ومع الوالي، واسيدي واخا تكون عندك غير شبهه، هذا محكوم، هذا الفرقه الوطنيه سمعتلوش، او اسيدي ما تشدوش. والخطوره المغاربه راه يقدر يكون واحد كيدبر الشان العام وتجي شي متابعه ولا ادانه ولا حكم، مثلا نعطيكم الضرب والجرح، شي وحده تهو بانه كاع اعتدى عليها جنسيا وكذا وتكرفص عليها وباقي عنده الحكم ماشي نهائي. ما دام الحكم لا يرتبط بنشاطه البرلماني او السياسي ماشي مشكل، خليه حتى ياخذ البراءه. واحد السيده اتهمته بانه اعتدى عليها جنسيا، هذا يبقى برلماني لانه يقدر. اما ملي كتكون الادانه من داخل نشاطك في تدبيرك المال العام خصك تحبس. نعطيكم مثال حي، في اوروبا والدول الديمقراطيه مباشره تكون عندك مشتبه بك ولا ادانه احبسنا خويا صفي دمتك. واش في المغرب الحبيب؟ في المغرب الحبيب عندنا مثال رائع تذكرته دابا، الجندرم والبوليس، جندرمي ولا بوليسي حرك عليه شي متابعه ولا كذا، كيقولوا له احبس الاستاذ ولا معتقل، احبس الاستاذ سير جيب براءتك واجا. واخطر اش كيديروا في المغرب البوليس والجندرم ولا كذا؟ كيحبس لك الصالير. كان معايا واحد الجندرمي باقي والله ما يتنسى لي مسكين، قال لي يا حميد خليت المراه الله يجود، قال لي كتبقى غير الوليدات؟ لا، قال لي ما تعرف مرتي حتى الزيت شحال داير برا، قال لي انا ما عندي علاقه والو، قال لي لا الصالير يحبس، كيحبس له الصالير. تفكرت واحد الواقعه ولكن ما بغيتش نقوي عليكم، وقعت واحد المره كندافع عليها هذا الجندرمي امام اداره مدير كبير، قال لي يا خويا السيد مسكين راه ما عندوش. المهم علاش الجندرمي كنوقفوا له صاليرو؟ سير جيب براءتك واجا عاد ترجع لخدمتك. البوليسي سير جيب اخويا براءتك عاد ترجع لخدمتك. علاش هاد العمليه خويا انت متابع سياسيا ومحكوم في اطار تدبيرك المال العام، كيقول لك اختلستي وسرقتي وعندك حكم باسم جلاله الملك وطبقا للقانون، ونزيد نعطيك انا ميزانيه اخرى، نزيد نعريك البلاد، وكيحكموا واخوتي المغاربه محكومين وكيحكموا البلاد. اذا من حقي نضامن انا مع محمد مبدع ولا ما حقيش اخوتي المغاربه نضامن مع محمد مبدع؟ شحال بغيتوا اخوتي المغاربه نعطيكم واحد محكومين عامين مول ثلاثه مول اربعه وعا كنزه والمتابعين؟ هذاك المتابع ديال الجرائم رئيس الفريق ديال البام ما كاينش في غرفه جرائم الاموال، ومالو هذاك؟ مال داك رئيس غرفه جرائم الاموال مالو؟ اخوتي المغاربه متابع امام جرائم غرفه جرائم الاموال، واه هو كيسن لك القواعد القانونيه، واه هو كيحكم، كتعرف شنو كيحكموا؟ وكياخذوا لوطولات، وعبد النبي بيوي كياخذ الصفقات العموميه. انا ماشي ضدك مواطن ولا بريء ماشي بريء، ما دامت التهمه او الادانه المؤقته ترتبط بنشاطك السياسي اللي هو تدبير المال العام، ما عندكش حق تاخذ صفقه عموميه، تنشوف الصفقه الاخرى بعدها واش خرجتي بها بريء ولا ماشي بريء. واش اخوتي المغاربه نضامن مع محمد مبدع ولا ما نضامنش مع محمد مبدع هنايا؟ يعني.
خوتي المغاربه ماشي عقديه هذا الواقع ديال محمد مبدع خصو يفتح لنا نقاشنا ولا اعيننا على نقاش مهم بزاف. نمشي معكم واحده واحده, مشينا لهذا الاشكال ديال المساواه مستوى اخر. علاش هاد الاميين كيدبروا الشان العام في المغرب؟ علاش كثير منهم اولا ما قارنش اولا على قدهم؟ واش انت رئيس غرفه مثلا التجاره والصناعه كنعرفوا في الدار البيضاء, انا ما عارف ما عندك حتى شهاده ابتدائيه ما كنتعرض لكش, انت من حتلقى رئيس غرفه التجاره والصناعه ديال فرنسا باش تهضر معاه؟ الا ما كانش عندك اللغه العربيه الفصحى ما ضبطهاش كيفاش غتضبط الفرنس؟ كيفاش غدير الصفقه؟ كيفاش انا بغيت نفهم هذه المعلومه باقي ما لقيتهاش؟ كيفاش شخص يصنع قواعد قانونيه ويقرا الميثاق الجماعي ويدير السياسه ديال الالتقاء ويفهم الدوله وينزل المشاريع ديال الدوله ويجيب الاستثمار ويلقى الاجانب وما عندوش لغه ما قاريش ما عارف قانون ما عنده سياسه ما عنده علم اجتماع ما عنده علم اداره ما عارف المنظمات الدوليه ما قاري القانون الاجتماعي ما قاري قاعده قانونيه ما كيفاش خطب السؤال المهم؟ خلي ذاك من ناحيه بدا من حقه ولا يمنعه كذا كذا. اسمح لي علاش ما قريتيش؟ علاش ما قريتيش؟ قولي علاش ما قريتيش؟ كيفاش انت ما قاريش وغتحكم في حياه القارئ؟ فقط لان عندك شكاره, فقط عندك الفلوس كتدخل الحياه السياسيه. شكون اللي خرج على البلاد قد الشكاره والحياه السياسيه دوماني الشكاير اللي في واحد الوقت الحسن الثاني الله يرحمه بغض النظر على اختلافنا هو استعملهم لانه كان موجه واحد عباد الله كيبلبلوه والتبرزيط وكذا وكذا وكذا, كان صداع بزاف من بعد الاستقلال وشفتوا المغرب كيفاش كان داير. ولليوم الملك محمد السادس وارث عدد منهم راه سنين هما في البرلمان. ما بين تبقى انت عايش ليا 30 عام وانت رئيس جامعه, هذا احتلال ولا ماشي احتلال؟ واش هذا استعمار المغاربه ولا ماشي استعمار؟ نقسم لكم بالله اخوتي المغاربه خص تحرير الجماعات والبرلمان. هذا واحد الانسان 30 عام وهو رئيس جماعه. انت رئيس عام وانت 30 عام وانت في البرلمان, نوريكم اخوتي وجوهها في البرلمان, كاين اللي تيبقى في البرلمان حتى كيموت. حياتك كلها وانت في البرلمان, واش هذا استعمار ولا ماشي استعمار؟ واش هذا احتلال ولا ماشي احتلال؟ من 1997 وانت رئيس جماعه مثلا في قيه بن صالح. انت رئيس جماعه مثلا كريمين ديال بوزنيقه من 1997 وانت رئيس جماعه. نسولكم المغاربه, واحد الانسان جلس كيدبر الشان العام وعنده ميزانيات في خضم داك 30 عام راه كيبني شبكه علاقات وكيدير جماعات الضغط وكيولي مع العامل كيولي صعيب كيولي عارف كيخدم تعرف حقائق وشنو واقع تما. اذا اخوتي المغاربه واش من حقيش نضامن مع محمد مبدي ولا ما حقيش نضامن معاه؟ كما كنطرح سؤال على سمير كودار مراكش, كان انسانا بسيطا البعض يوجد قال لي الله اعلم كيفاش وصلتي كرئيس جهه في جهه مراكش؟ هاد القوه وهاد النفوذ واش علم واش ذكاء؟ وانا كنبغي نفهم. انا كذاك المره كنقول لكم جواد غريب جا السيد هنا تيقول لك جد المليار ما لقيناهاش ديال القوادس. الاشغال اقتصرت فقط على احداث شبكه الواد الحار من دون قنوات صرف مياه الامطار, فاذا انتقلت الى العتعات تجد ان المياه تفيض على الساكنه, هذا تقني. اذا ما كاينش القنوات يعني جميع التدخلات. انا جد المليار ما كاينش. انا جنود اليوم ودي الاخوان هاد اللخبطه هادي خلينا نشوفوا بعدا سنين شافوا قال لك اودي راه ما كاينينش, يعني ملي قلبنا الاتفاقيه في جوج المليار. سمعتوا شي؟ علاش انا كنضامن مع مبدع اخوتي المغاربه؟ هاد جواد غريب رئيس المجلس الاقليمي, واش ما جاش رئيس المجلس البلدي هنايا سميتو البدوي عبد الحق كاع المغاربه قالوا لي يا خويا حميد هذاك البدوي ود الناس وطني وراجل مسؤول راه ظلم مسكين, ودار نداء للجهات المسؤوله. ما بغيتش نزيد انا اليوم كاين واحد العرس قضائي وسياسي, انا ملي كنشوف شي خطوه زوينه كنصفق لها, ولكن انا ماشي من دوك هز القوال, انا راه كنبقى نصفق للبلاد وبرافو, ولكن كنبقى عاوتاني هذا هو دوري الصحفي. قضاء دار خدمته مع مبديع مزيان, الدوله المغربيه دارت خدمته مع مبديع, ولكن انا كصحفي ماشي لا كانوا لي نقول يا برافو الدوله ديالي, ولكن سمحوا لي راه كاينه مبدعات في المغرب, انا خصنيش انا مبدع يتحقر على بوحدو ويتم غادي به. هاد السيد هذا اللي كتقول لي القوادس, علاش هاد القوادس هذا جوج المليار فين هي مصيره؟ يقدر يكون مظلوم, ريحونا ما نخليوش الاشاعه تتناسل. هذا خويا قاس كيقول لي انا لا 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 هاد شكري ديال دار بوعزه, هاد المساوي, هاد ناس محكومه ثلاث سنين, هاد ابدوح, هاد ابدوح, هاد عباد الله, علاش ما كايناش المساواه؟ لماذا لا تطال المساواه الجميع؟ نقطه اخرى, علاش هاد اللي كيدبروا الشان العام اغنياء هما ولا زوجاتهم وكيكتبوا؟ اذا اليوم فين هو الاطراء الغير المشروع؟ من اين لك هذا؟
مع مبدئ تفتح واحد النقاش مهم. نتوما كتقولوا عرس اسطوري 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 مزيان، اذا ترنا النقاش ديما الى كهذا. وعلاش اخويا مادام الدوله دخلت في هذا الشيء، ماذا انتوما كدوله البرلمانيين السياسيين علاش ما يكونش دابا دابا جا الوقت ديال من اين لك هذا، من اين لك هذا؟ فين كيضر الدوله المغربيه ملي جاتك هذا الشيء؟ اسمح لي، انت رئيس جماعه، انت غير البارح وانت كتمشي بالصنداله، اليوم عندك ثلاثه سيارات، كل سياره ساويه 200 مليون، وكنعرفك كتدخل اسبانيا وتجي 15 المرات في الشهر، وكنعرف عندك 10 البقعات، وخالتك انا كنعرفها خدامه في محلابه، وفي المحافظه طلعت لي ماركه 10 القطارات، وانا كنعرف الوالد ديال خوك مثلا خدام مثلا حلاق، ولكن خوك حلاق طلع ليه في المحافظه عنده مثلا 4 ديال العمارات، واش هادي ماشي قرائن؟ فين كاين المشكل؟ اجل ليش بعت هاد الثروه؟ هالإصلاح ملي كيمشي. حاجه اخرى، حيت العباد الله الفاسدين والمتابعين في اغلبهم هذه عادي تيا قال فيك تي سياسيه، مالك انت كنتي في البام ومشيتي لحزب الاستقلال وسير الاتحاد الشرعي وسير الحركه الشعبيه وسير كذا كذا كذا، مالك اخويا كتنقل لي وسط الاحزاب؟ كما كيقول واحد الاغنيه، تمركز بعد الايام وتمثل من بعض الايام وعاشر كل الحكام ب 11 مله، حلا ولا ويا حلا ولا ويا خساره لا حول الله. حلا ولا كان الشيخ امام واحد خينه في مصر، وهذا الخينه اللي كان في مصر اللي كيقولوا حلا ولا تيقشب عليه الشيخ امام، كان منافق وكيدبدب في الماء. الا شاف البور عطيك مع المغرب، شاف الاسلاميين مشى مع بن كيران هما اللي في الحكومه، ملي كيمشي لا شاف اخلوش ولا مع الاحرار، عطيك مع مثال، شاف البا هذا هو حلا ولا في مصر، وفغلنا عليه الشيخ امام حلا ولا يا حلا ولا ويا خساره ولا حول. اتمركز بعد الايام، بعد الايام تولي ماركسي يا زاد، وتمثلي من بعد الايام وعاشر كل الحكام ب 16 ميله، ما عندوش وجه. الا قلبتوا في هاد الفاسدين واغلبيتهم، علاش اخويا كنا مع حزب؟ غاسمعوا واحد اللي مات البام وحزب ديال الدوله وكذا، وتموا عباد الله اخوتي وشحال واحد مشى للبام وكاين اللي كيكذب باسم البام اليوم، وانا لا استبعد حتى اخلوش دخل معاه البام بهذا الوهم، اعتقد بان البام والقصر دخل عنده زعما القصر باش حتى المغاربه وجه الامان يقولوا ما القصر معايا في الحكومه وبدا الدق فيه وبدا الدق في وهبي بمعنى البام صافي سالا خويا كاع ما تدوخنا. راه ربما انا لا استبعد، وهذه كنقولها دابا، على ان اخلوش تحالف مع وهبي تحت هذه العمليه البام، ان البام القصر وسيلقى يعني شي حوايج اللي ما غيتعامل معها القصر بدون كما تعامل مع الاحزاب الاخرى. ولكن تبين لاحقا ان حزب البام حزب حاله بحال عباد الله، والناس ربما بعض قيادات البام في بعض المدن، وانا كنتوجه للمسؤولين في المغرب كوجهه نظر صحفيه، راه كنتوجه للقضاة بعض القضاة المغاربه، وكنت بجه لبعض الولاة وبعض العمال، رجاء انتبهوا لبعض الالاعيب كيديروها بعض السياسيين. انا راه راضي عليا القصر، انا راه راضي عليا حرامو، انا راضي عليا جنرال بالخير، انا راضي عليا سي الحموشي، انا راضي عليا فلان، انا قريب من فلان، انا كنعرف فلان. والله اخوتي المغاربه ردوا بالكم، راه بعض المرات شي قاضي يجي كيسحب له، راه الانسان يستعمل ضميره في المسؤوليه، استعمل الضمير ديالك، راه كاين البعض، انا راه البام، انا راه قريب من هادي، وراه ما كاين لا قريب لا حتى حاجه. نقطه اخرى اليوم، واسمحي لي استاذه زينب العتاوي، انا كنت كنتمنى الاداء ديال المجلس الحسابات يكون اكثر من هكا. الغريب ادريس جطو رغم كل ما قيل له قيل فيه، لا في هذا الملف ديال كازينو السعيدي ولا ديك الطريق السيار، هو داك السي ساجد، وهذا خصنا شي نهار نفتحوا ديك الصفحه ديال الطريق السيار ديال الدار البيضاء شنو وقع فيه مع جطو. مع ذلك جطو دار تقارير 400 صفحه خاصها الاخلوش وزير الفلاحه. يمكن داك الشيء اللي قال جطو صحيح في اخلوش في داك الشيء ديال المخطط الاخضر والفلاحه، ولكن هو صحيح، يمكن كانت السياسه تما نحن لا نعرف، ولكن ما يهمنا انه دار تقرير مهم. انت يا استاذه زينب العداوي منين جيتي؟ انت راك كنتي واليه، انت راك كنتي المفتشه العامه، كتراسي المفتشين ديال وزاره الداخليه، بمعنى انت اكثر ناس علما بالفساد في المغرب، راه كنتي انت كتراسي المفتشيه. اليوم فين هما الملفات ديالك اللي شتي في الداخليه؟ علاش ما كاينش كتحالوش على القضاء؟ انت رئيسه المجلس المجلس على الحسابات، وكنعاود لك كنتي في موقع حساس، انا ما نقول عليك حتى شي كلمه، ولكن منازلنا كمغاربه كننتظروا منك. اليوم انت شتي الديناميه اللي كاين في البلاد مع هذا الشيء المبدع، مع هذا الشيء ديال عدد من الحوايج، راه الابعاد ديال المبدع من هاد المؤسسه او لجنه العدل والتشريع راه ضربه خطيره لكم ايها الفاسدون المنتخبون. الله العلي العظيم، وكان عندكم غرام ديال اللحيه اللي في البق تتحشموا، مشيتوا كتصوتوا عليه
واجتمعتوا 260 ولا شحال، ومالكم ما كتجتمعوش على القواعد القانونيه؟ هذاك القانون ديال التصفيه كتجتمعوش كاع، حتى من المواد كدوز البرلمان نهار مبدع جمعتوه ودوزتوه زعما طفرتوه. شوفوا الضربه اللي كليتو دابا، سقطت الاسهم ديال الفاعل البرلماني، ماشي كاملين ولكن من يبان في هذا الملف ديال المبدع. اذا الاستاذه زينب العدوي راه انت كنتي مفتشيه ديال الداخليه، فين هما الملفات ديال الداخليه؟ اين هم؟ كما كنسولوا على هذه اللجنه ديال الوطنيه للرشوه، واحد الهيئه ديال الرشوه، فين هو ادائها؟ فين هو ملفاتها؟ خصني نسمع على الرشوه، كنسمع فلان وقضاه فلان وكاين ناس كنعرفهم عندهم مكانه، ولكن عطوني الاداء والاثار، فين هو الاثار ديال الهيئه الوطنيه للرشوه؟ فين هو الاثار ديال مجال الحسابات امام ملفات الفساد اللي كنسمعوا يوميا؟ فين هما الملفات باقي وسط المحاكم؟ واخر حاجه غنحتم بها اخوتي المغاربه، جوج نقيطات. الاولى كنأكد من هذا الموقع تضامني المطلق مع محمد المبدع، الحدود ساعه، ما لم تطل العداله من هم في وضعيه محمد المبدع. هاد الملفات اللي في المحاكم سنين ومنين، طلع هو طلع هو طلع، اشكون اللي بروكي ديك الملفات؟ واش عندنا القضاه قلال؟ واش عندنا نقص في عدد القضاه؟ واش الملفات بزاف؟ او لكن المصالح تما السياسيه مع الاقتصاديه مع ما نعرف. انا كنطرح اسئله، انا الملف بقى 15 عام 7 سنين، اسمح لي نسولك، ضروري انت داير يديروا الناس الالاعيب السياسيه، ها الملف تبيض، ها بدلوا الهيئه، ها القاضي مشى للحج، ها القاضي مشى للحمام، كذا الملف دخل المداوله، جيب شهيد جديد، هذه كتسمى كل القضاء المغربي يمكن يبغي يحكم عليك ويجمع لك رجليك، والله واخا دير الالاعيب اللي درتي، حيت القاضي عنده السلطه التقديريه وعنده سلطه. اذا هذا الملف ديال هذاك السيد المساوي 7 سنين ولا شحال هو محكوم، مع شحال هو هذاك محمد نكيل ولا نكيل ديال جماعه مولاي يوسف بن علي، باقي غنبحث في هذا الملف السي محمد نكيل، حيت خلع لي داك الشيء ديال 20 مليار وديما ديك الجزئيه، راه غنبحث في هذا الشيء مولاك في اطار، وانا بغيت منك الرد السي محمد نكيل، بغيت منك الرد، حيت هذاك الشيء ماشي ساهل، وانا ما نتهمكش، انا لا اتهم، انا الصحافه دايره بحال هكا، انا كندافع على المال العام وعلى حرمه المؤسسات، وكنسعى الى جانب الدوله في تجويد العمل ديال المنتخب والعمل البرلماني. خوتي المغاربه غنختم لكم واحد النقيطه الاخرى، شتو هاد البلاد السعيده رغم كل ما يمكن ان يقال عنها؟ صدقوني هاد خوتي المغاربه، راه مشكلتي انا علاش كنلقى بعض الصعوبات؟ الفاسدين عرفوني بكل، عرفونا بكل تعليل، العمل ديالي الصحفي وعمل جماعي، كلشي كيسالك ما نكذبش عليكم ماشي بوحدي، انا هادشي اللي كنقول كله عمل فريق. عرفونا وصلنا لواحد العمليه، شنو هي العمليه؟ شوفوا كاش كيكون العمل الخطاب الصحفي ضعيف ولا النقدي ملي كتوجه للدوله، الدوله سخخاوي المؤلاء، والله الا الدوله لا دارت حوايج واعرين، الدوله دارت عمل رائع. واش غير سياسه السدود الحسن الثاني واهميه الماء وقيمه الماء اليوم؟ شوفوا العالم، بكري الحسن الثاني اعرفها، بكري الحسن الثاني دار الشرطه الخضراء، كان كيعرف التلوث البيئي، شوفوا الحسن الثاني فوقاش عرف ما قبل ما عدد من الدول تمشي لهذا الشيء. كيما في هذا العهد هذا عدد من الاشياء اخوتي المغاربه واوراش ونقاشات، كاين المشكل في ان هذاك العداله والثمار ديالها والخيرات ديالها ما كتوصلش لجميع الافراد، صحيح ما كاينش عداله مجاليه، صحيح ولكن ملي تقول لي ما كاينش اوراش وما كاينش فلوس كدار وما كاينش خطط وما كاينش وما كاينش، راه عباد الله غير اللي في قلبه مرض. كاين ظلم قضائي في بعض المستويات، كاين ظلم مجاري، كاين الثروه ما كتوصلش للجميع، كاين عداله، كاين فوارق طبقيه، كاين 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 كاين، ولكن يا خوتي المغاربه البشر واعر، البشر هذو اللي صوتوا على مبدع بهذه الطريقه وعارف الملف، هذو راه جزء من الازمه، هذو اللي متابعين وقاسي كيتلواو 7 سنين وباقي شاد في البزوله، علاش انت يا محكوم وكتحكم؟ علاش انت محكوم وكتشد صفقه ديال لوتوروت والثروات وانت محكوم امام باسم جلاله الملك وطبقا للقانون؟ اخوتي المغاربه، اذا اخوتي المغاربه هذا النقاش اللي قلت لكم في غايه الاهميه، وارتباطا به نفس النقطه هي انا باقي في نفس النقطه ماشي واحده اخرى، اخنوج وراه قلتها، ملي كيحكم عليك ب 400 مليون ملي كيقول لك جطوا عندك 400 ورقه صباح، وملي كيجي وهبي يقول لك رجع 17 مليار، واش يمكن نعفي اخنوج على 100 على 17 مليار درهم؟ خلص 17 مليار درهم وسمحوا لي في جود، وكتكون رئيس حكومه، ها جزء من الازمه اخوتي المغاربه، عقلوا على هادشي اللي كنقول لكم راه مهم، انت كتقول من تحتها السي وهبي وزير العدل، شوف راه ماشي هو العداو، والعداو راه راسي كيضرني،
والله واخا تكون كيما كنت ما معنى انت وزير العدل. شوف شو العباره سميتها العدل ومن تحتيها انا خلقتيني تبرزيطا وعاد الملايين حال المغاربه كيبان بحال الدوله حاميه مال هذا قال من تحتيها يا وزير العدل وكيمشي لجنيف ويدافع على المشروع الحقوقي ديال المغرب ويدافع على السياسه الحقوقيه في المغرب وغيتلاقى وزير العدل الفرنسي وبريطاني وانجليزي وغيقول له شي فرنسي مسيو اسمع حتى هو خلينا نحلوا الامور بهدوء ومن تحتها. تعرفوا هذه شنو هي؟ انا كنضل مع مبدع اخوتي المغاربه انا والله ما ضدك السي وهبي هذه من تحتيها كتعرف شنو هي جا بعد شنو وبقى وزير شوشتي عليا انا زعزعتي ثقتنا وملي يخرج شي واحد مقلق تيقولوا المهداوي وعلاش انت كتزرع واش كون خلاني نفكر هكا هذا وحسموا لي مع هذا ونولي نقول مدرستي الحلوه كيفاش نقول لك انا مدرستي الحلوه والمدرسه كتقطر بالسقف وما عرف كيف غطي لي القطره صبغوا لي المدرسه ديروا لي شي وريز شي تصبور قريوا لي التلامذ ديروا لي كذا والعيب والعار عليكم نقول مدرستي الحلوه اما المدرسه ملي كتكون كطيح فيها القطره نقول لكم المدرسه راه كطيح فيها القطره اخر كلمه وفي نفس السياق كل التضامن مع السي محمد مبدع في اطار المساواه مادام الى ما تمش فتح بحث ولا تحقيق ولا يحكم اسيدي ما كنطلب حبس حتى لواحد انا اللي بريء ما تبقاوش شاد ليا متابع رخيوه ليا الا كان يستحق المتابعه الا ما عندوش ضمانات حضور شدوه ولكن باش يشدو غير محمد مبدع بوحدو دابا فمن حقي نضامن مع محمد مبدع كنشكركم المتتبعات والمتابعين للقناه والى اللقاء.